مرشحو ومرشحات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يخرجون إلى الساكنة ببرنامج طموح. نحن لا نقدم وعود كاذبة وليست لنا أموال سائبة، نحن ندخل هذه المحطة من أجل أن نقنع الساكنة ببرنامجنا الانتخابي. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من بين معاقله مدينة الدار البيضاء، وسيدي البرنوسي كان معقلا من المعاقل الكبرى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كنا حاضرين في جميع المجالس السابقة، والآن دخلنا من أجل أن نعود إلى هذه المجالس. والاتحاد الاشتراكي يقدم لكم أطرا من خيرة الأطر الحزبية على المستوى المحلي، لا على مستوى مقاطعة البرنوسي ولا كذلك على مستوى مقاطعة سيدي مؤمن. المرجو والمطلوب من الساكنة ومن الناخبين أن يدعموا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأن يصوتوا على رمز الوردة. الاتحاد الاشتراكي هذا الحزب العتيد الذي نعتز به، نقدم أنفسنا كمرشحين لهذا الحزب من أجل أن نكون حاضرين جنبا إلى جنب مع سكان سيدي البرنوسي، من أجل أن نقول لهم بأننا يعني على استعداد دائما وأبدا لكي نكون بجانبهم من أجل تقديم الخدمات يعني المطلوبة في هذه المرحلة. وأنا على يقين ومتأكد بأن سكان سيدي البرنوسي يعترفون ويقدرون هذا الحزب ويقدرون الوكلاء الذين نقدم لهم، ونرجو منهم ونطلب منهم أن يدعمونا وأن يصوتوا على الوردة، وردة الأمل، وردة المغرب أولا، ووردة الانفتاح. فهذا ما نطلبه ونرجوه من الساكنة. تحية نضالية، تحية نسائية اتحادية لجميع ساكنة سيد البرنوسي، والذي من خلالها نود إن شاء الله الرحمن الرحيم خدمة هذه الساكنة التي كتستحق الكثير. عطات ربما ما تحتش لها فرصة، ولكن إن شاء الله بهذا المناضلين هذا الحزب وبالشباب إن شاء الله اللي طالع، وخير دليل أنه الحمد لله هناك تكتل اللي أكيد أننا نحن في خضم، ما غنقولوش معركة وإنما هي مرحلة انتقالية، مرحلة نود من خلالها المضي قدما بهذه المنطقة إن شاء الله الرحمن الرحيم. وبالنسبة للنساء أكيد أن التواجد ديالهم حاضر، وأخص على ذكر الفاعلات الجمعويات التي أبلت البلاء الحسن، والله ولي التوفيق إن شاء الله. جايين أقادين اتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسيد البرنوسي، مقدم لائحة من خيرة الأطر والشباب والمناضلين والمناضلات. تنعرفوا أنه بعد سنوات ديال سوء التسيير والتدبير اللي عرفته مقاطعة سيد البرنوسي، حنا جايين بلائحة من أجل التغيير. تنعرفوا مشاكل المواطنات والمواطنين بسيد البرنوسي، تنعرفوا الاختلالات اللي تتعرفها مقاطعة سيد البرنوسي وسوء التدبير لسنوات طويلة. حنا الآن مقدمين لائحة من أجل التغيير، من أجل حل مشاكل الساكنة، سواء في البنية التحتية، النظافة، النقل وغيرها من المشاكل التي لا تعد ولا تحصى. اليوم نطالب من ساكنة سيد البرنوسي المشاركة بكثافة والتصويت على الاتحاد الاشتراكي على رمز الوردة، رمز التغيير، رمز الأمل. المشاركة بكثافة هي السبيل الوحيد للتغيير. ما نبقاوش نتفرجوا، ما نبقاوش نشوفوا المشاكل ديال الساكنه وجامعين يدينا. حنا تنسعوا اننا يكون عندنا مجلس قوي، مجلس قوي باطر، بكفاءات، بمستوى حذاري من اصحاب التجار، اصحاب الفساد اللي فسدوا سنوات في التجارب السابقه. دعموا لائحه الاتحاد الاشتراكي، دعموا التغيير، وكلنا من اجل قضايا ساكنه البرنوسي. وسنكون يوم 8 سبتمبر في الموعد التصويت الجماعي وبكثافه لصالح مرشحي ومرشحات الاتحاد الاشتراكي الرمز الورده.